أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic. الغرفة اللي أنا فيها تقريبا بدك تقول مترين ونص، المترين ونص موجود فيها 3 أشخاص، والغرف الثانية في بعض منها موجود 2 شخصين، ودبل بنك أكثر من السجن. يعني السجن فيه دبل بنك وعندك الغرفة أكبر، بس وين إحنا بقلب الإميجريشن الغرفة فيها دبل بنك، حتى تطلع التخت الثاني رأسك بصير يضرب بالصائد. الليفين كونديشن هون ما بيعطوك صوب مثل الناس، ما بيعطوك شامبوه، التوليت كل الناس بيعجوه بذاته. كان هذا عيسى إنرهوس، وهو رجل في الأربعينات من عمره، من أصل أردني مقيم في أستراليا منذ أكثر من 20 عاما، لكنه خسر إقامته الدائمة بسبب مخالفة ارتكبها منذ 4 سنوات، وهو موجود الآن في مركز فيلاوود. ويقول إنه والمعتقلين الآخرين طلبوا ضمانات من مسؤولي وزارة الداخلية في المركز تضمن لهم سلامتهم، فلم يحصلوا على إجابة واضحة بهذا الشأن. الشكوى اللي احنا مقدمينها انهم هم تاركيننا بقلب الاميجريشن بس حتى احنا نموت، لانه ما حدا سائل عنا هون، واحنا عم نطلب من البرايم مينستر انه يعمل لنا ريليس من قلب الديتنشن لبرا الكوميونتي، وين كل واحد في عنده عائله مثل ما عمل بالجيل عم يطلع الناس، واحنا هيومن بين بدنا اياه يطلعنا حتى الازمه هاي تبعت الكورونا فيروس والبانديميك تخلص. ويطالب المعتقلون بإطلاق سراحهم من أماكن الاحتجاز التي يقولون أنها متكدسة وغير مناسبة لتعليمات الحكومة الأخيرة المتعلقة بكبح جماح انتشار فيروس كورونا. الوقت الحالي في عندنا العساكر اللي هم بيطلعوا بيجوا، الكلينرز اللي بينظفوا، اللي بيجوا بيشتغلوا بالكيتشن، الأوفيسرية، هذول بيطلعوا برا على الكوميونتي وبرجعوا من الكوميونتي بفوتوا لعنا لجوا، وإحنا خايفين يجيبونا الأمراض اللي عندهم اياها برا ينقلوها لجوا، واحنا هون فوق ال 200 ديتينيه ما عم يستمعوا للقوانين. مثل سكوت مورس ما قال بده 4 أمتار بين الشخص والثاني، احنا قاعدين بننام فوق بعض، بس نروح على الكيتشن نقعد فوق بعض، ما بيلبسوا ماسك، ما بيلبسوا جلوف، ما عندهم الوقايه الكافيه حتى يامنوا يعملوا سيفتي لنفسهم ولنفسنا. بعدين الشيء الاهم من هذا، احنا خايفين على عائلتنا، كل واحد عنده عيال برا، انا عندي ولد وبنت، ولادي برا انا بخاف عليهم، ما في حدا يدير باله عليهم، هذول اذا بمرضوا ما في حدا يدير باله عليهم، لازم انا اكون عندهم بهالازمه اللي احنا فيها. هاي ازمه العالم كله عم يمرق فيها مثل ما انت بتعرف. وقد تقدم المعتقلون في مركز فيلاوود برسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، وقعها أكثر من 500 معتقل، عبروا فيها عن خوفهم من أن يصبحوا فريسة سهلة لفيروس كورونا، شارحين فيها وضعهم الإنساني والنفسي ومتخوفين من تدهور الحالة النفسية. وقالوا إن جميع المسؤولين الصحيين في أستراليا والعالم يشددون على أهمية ترك مسافة بين شخص وآخر كوسيلة لتجنب الإصابة، بينما تكتظ غرف المعتقل بالأشخاص في كل الأوقات. وطلب المعتقلون من رئيس الحكومة بالقيام بعمل عاجل لإنقاذهم من براثين هذا الفيروس. عيسى إنرهوس مرة أخرى. أنا بحكي بهاتف ديتينيز هون، مثل أنا قدمت ورقة للأميجريشن وللمينستر وللبرايم مينستر، يكون عندهم شوية رحمة لهالناس الموجودة بالديتينشن. في ناس إلها 10 سنين، في ناس إلها 7 سنين، يعني تاركينهم بلا رحمة، وهذا الشيء حرام. كما وطالب المعتقلون في مركز تابع لوزارة الهجرة قرب مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا بالنظر في أوضاعهم. ويقول توفيق سرور أحد المعتقلين هناك إن الوزارة ليست مهتمة بوضعهم. عايز أعبر عن قلقي وقلق الناس اللي عايشين معايا في PIDC من موضوع الكورونا فيروس. الإدارة هنا مش مهتمة بينا نهائي. ليه؟ لأن برضو لسه بتحط الناس فوق بعض، لسه بتخلي 5-6 ديتيني يناموا في نفس الأوضة، لسه بتخلي الأوفيسرز سيركو أوفيسرز والميديكال تيم يروحوا ويرجعوا في الكوميونيتي من غير ما نعرف إذا كان عندهم الفيروس ولا لأ. في هنا ناس موجودين يعني بصراحة عيانين جدا، لو عندهم القلب أو السكر أو أمراض تنفسية أو أزمة أو إلى آخر هذا الكلام. فإحنا نرجو مساعدة الناس الكويسين أو الجود بيبول أوف أستراليا، وده إحنا متأكدين إن هم عدد كويس جدا.
وشهد فندق مانترا في مدينة ملبون الذي يضم في أحد طوابقه حوالي 66 من اللاجئين الذين أحضروا من جزيرتي مانوس ونورو لتلقي العلاج. وقد تجمع هؤلاء اللاجئين في ممر الطابق الذي خصص لهم وحملوا يافطات تقول لا نريد أن نصاب بفيروس كوفيد 19، وكتب على يافطة أخرى نحن في خطر، فيما كتب آخرون ما هي جريمتنا. ويصف اللاجئ العراقي أحمد محمد الموجود حاليا في الفندق الأوضاع بأنها سيئة للغاية. وحاليا أنا معتقل هنا والأمور كلش سيئة جدا، يعني سيئة إلى أبعد الحدود، لأنه ما عندنا أي مكان نروح ليه، وحاليا سدوا حتى الطابق، سدوا علينا وما يخلونا نطلع لأي مكان، وحتى من نروح الوجبات الغداء والعشاء. طبعا احنا تقريبا 65 نفر هنا، 65 شخص، وبين السكيورتي والديتينيز نطلع تقريبا فوق 100 نفر، فكلش خطره، كلش خطره حاليا. وحتى من نروح الوجبات الغداء والعشاء انه ياخذوننا بالليفت بالاسانسير بالمصعد 20 او 25 نفر، والصحه العالميه تقول لازم انت تبقى بمكان وحدك بغرفة وحدك، أو لازم أنت وصاحبك متر ونص إلى مترين بينكم حتى تحجون، وإحنا ما عندنا أي مكان، وحاليا معتقليننا ومؤذيننا إلى أبعد الحدود. والسيكوريتية طبعا ما يلبسون لا كمامات ولا يلبسون جفوف، وقاعد يطلعون ويرجعون، وإحنا محجوزين هنا لا حول ولا قوة، ونريد واحد يساعدنا، نريد واحد يوصل صوتنا إلى الحكومة الإسترالية، إلى الشعب الإسترالي. وإحنا من جينا عفنا بلادنا كل احنا مضطهدين، وكل احنا تعبانين في بلادنا، وجينا نطلب الامن وجينا نطلب السلام في هاي البلدان الغرب، وحاليا ما حصل اي شيء. 7 سنوات حبسونا بدون اي كريمينال ريكورد او يو نو. ويتواجد اكثر من 1440 شخصا في تلك المراكز طبقا لاحصائيه نشرها مجلس اللاجئين الاسترالي نهايه العام الماضي، في انتظار بت المحاكم الاستراليه بوضعهم. فمنهم اللاجئون الذين احضروا من جزيرتي مانوس ونورو الى استراليا لتلقي العلاج بموجب قانون ميديفاك، ومنهم المعتقلون الى اجل غير محدد بسبب الغاء تأشيراتهم أو انتهائها وغير ذلك من الأسباب. وقد اعتصمت مجموعة تدافع عن حقوق المعتقلين أمام مركز فيلا وود في سيدني أمس مطالبة بإطلاق سراحهم، لافتة إلى أن الكثيرين منهم يمكنهم أن يخرجوا إلى عائلاتهم ليكونوا معهم في هذا الوقت الصعب. ومن بين المتظاهرين يقول جمال داود رئيس شبكة العدالة الاجتماعية والناشط في الدفاع عن حقوق اللاجئين، يقول إن الأوضاع داخل المخيم كارثية. الظروف هناك كارثية بكل ما تعني الكلمة من معنى، الأعداد كبيرة وليس هناك خطة صحية لمنع انتشار الحالات داخل المعتقل، كما أن اللجان الطبية ونقابات الأطباء أوصت الحكومة بإطلاق المعتقلين بسبب أن ظهور حالي واحد داخل المعتقلات ستؤدي إلى كارثة محققة. وقد اتصلنا بوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن المعتقلات، وكان جوابها كالتالي: لم تسجل أي إصابة بفيروس كوفيد 19 في مراكز الاحتجاز. تم تنفيذ خطط مكافحة العدوى، كما تم وضع خطط جاهزة للتنفيذ عند وجود حالات مشتبه بها. يمكن عزل المحتجزين الذين قد تظهر عليهم أي أعراض لفيروس كوفيد 19 واختبارهم وفقا لنصيحة مسؤولي الصحة وطبقا للمعايير المتبعة في الكومنولث. تم استحداث مجموعة من الإجراءات تتم مراجعتها باستمرار لإبقاء المحتجزين والعاملين على اطلاع بالتدابير الوقائية ومعايير النظافة الشخصية. وطالب السيد جمال داود رئيس شبكة العدالة الاجتماعية في سيدني الحكومة بإطلاق كافة المحتجزين في المعتقلات التابعة لوزارة الهجرة، قائلا إنهم ليسوا مجرمين. احنا مطالبنا هي ان تقوم الدولة باتباع الإرشادات الطبية، وهي بإطلاق كافة المعتقلين من المعتقلات، كافة المعتقلين، وإما بالاحتجاز
في بيوتهم كما يحصل مع الناس العائدين من الخارج، أو بوضع هناك آليات خاصة لإبقائهم تحت الاحتجاز، ولكن داخل المجتمع خارج هذه المعتقلات المكتظة. نحن نعرف أن معظم دول العالم ومن ضمنها إيران وإيطاليا وفرنسا وإلى آخره أفردت عن حتى المجرمين. هؤلاء ليسوا مجرمين بالمناسبة، هؤلاء لم يرتكبوا أي جريمة، بعضهم ارتكب جرائم ودفع ثمن جرائمهم وقضوا محكوميتهم في السجون، ولكن البعض الآخر هم لاجئون، ولذلك يجب على الحكومة أن تخرجهم الآن من المعتقلات لتمنع كارثة صحية. وقال السيد داود إن أهالي المحتجزين الذين تجمعوا أمام مراكز الاحتجاز لن يرحلوا. نحن والأهالي بالمناسبة كان معنا أهالي المعتقلين الذين منعوا من زيارتهم منذ الأمس، كان معنا الأهالي، والأهالي مصرون على أن يبقوا التظاهر ويصعدوا في التظاهر والتواصل مع أحزاب المعارضة، مع الصحافة، مع الجمعيات المؤيدة للاجئين، من أجل أن يبقوا الضغط على الحكومة كي يجبروها أو لكي يحولوا الرأي العام الأسترالي ويفضحوا ما تقوم به الحكومة من تجاهل لهذه الكارثة الإنسانية التي تحدث الآن في المعتقلات. هذا التقرير من إعداد إيمان ريمان وعلي بهنساوي. هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.